قلت هاك يا خالد جوال واعطيتها الجوال فتشني اسمع فتشني يوم فتشني وخلص ناداني فهد توهم طالعين فقره النقد جيته قال انت طلعت بجوالك قلتي قال جاتك رسالة الوصفه قلتي قال خلاص يلا روح ادخل جيت بروح ادخل ثم ناداني مره ثانيه قال كيف اخذ جوالك من وين اخذ جوالك اعطيتها العلم كله ابو قلت العلم كيت كل شيء يكتب يعني عديت لا 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 يجيني يقول فتشت عند في غرف النوم متى فتشني غرف النوم يعني يقول جوال دخل هنا انا في غرف النوم ابو سلطان لا تناقش بعد ما يخلص انا شايف انا شايف كان قبلها انت برا شايف انت مسلم الجوالات ثاني شيء اذا قالوا احد بيرجع لك شيء اسمع دقيقه الجوالات كل واحد طلع المستشفى اخذ جوال ايه لحظه انا جيتك واعطيتك اياه انا ما جيت مهربه جيتك وعلمته وقلت يا خالد ترى اني شلت السكر هم شكوا انا شفتهم يوم شكوا قالوا لا انت مهرب انت ما ادري ايش مسوي انت يحسبونكم وطلع دخلنا صراحه دخلنا هنا والله اني ناشده بس قلت انت مهرب صدق ولا لا بيني والله يشهد علي الله قال والله ما هربت اني مسلمهم وانهم متلخبطين ولو بهربه ماني جاي والجوال في يدي صح عندي والله طيب اسمع انا قابلت محمد الياس انا سلطان لو فاهم السالفه صح وضحت لا 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 مين اللي قال مين اصبر الكلام مين اللي قال له ان محمد مفتش غرفه النوم اي لو ابو سلطان فاهم السالفه صح والله ما يقصر عليك اسمع والله ما هم معقول والله ما هم معقول ما هم معقول يا رجال انا في النظر لا تحطني في شيء مو فيني ليش تجي تقول انت ماخذ الجوال وجاي مفتش في الغرفه وماخذ من الغرفه يوه ارجع الكاميرات ارجع لها هذه انا قلتها طيب لو ما انك صادق ما قلت ذا الكلام هذا واحد الشيء الثاني لو سمعك ترك الدوسري وبيفهم بشوف الموضوع ذا ان شاء الله والله انا صادق يراجع الموضوع محمد 3000 خصم عليك ولا 2000 3000 ان شاء الله باذن الواحد لحد انك تعوضها هذا ان شاء الله ما يجي الابراهيم قال له تعوض ان شاء الله اني داري بس نقول ميد ان شاء الله نقول ميد انا قابلته انا ما اتكلم هذا ان شاء الله انا قابلته عند الله العظيم والله بعيد انا المرضي فريق النقد علي الغامدي مواجهه عندهم عند الحارس محمد دعيرم فهد معيان دحام خالد أبو ماجد كل أبوهم جيت وعطيتها الجوال نشدني فهد قلت العلم كيت اللي قلت لأبو سلطان قال خلاص يلا يمكن وزدنا عليه قال محروم من البث لنهاية البث محمد لا تقعد تجيني مسوي تتجمل أنا قابلت محمد لابس الكمامة جاي من المستشفى سألته يا ولد فين مايكك قالوا خذ مايكي عشان العلم كذا والله الذي لا اله الا هو اني على البث وقال ابو سلطان حد بيشهد ان اقول انا شاهد معك يا محمد اليابسي لا هنا انا الغبن والله ما هو بالخصم والله ما هو بالخصم الغبن في تقويل في شيء ما صار تدي انا شو النقطه اللي بوصلها لك انا ما بمديني اتكلم وهو مستديك انت ابو سلطان شو النظام عنده يعرفون العيال بيجانا في ماراثون فهمت ومعروف في النسخ السابقه يعطيك جيت عندك بالمشكله نفسها لا تروح من عندنا لا تقوم من الكرسي حق اللي هناك ايش لك اللي جبتك تقوم لين طلع اللي بخاطرك او انك تحاول انك اي بس محمد لا والله اني خاف ما تلحق ملامه هو مسلم الملامه فاللي يهرج فالربيس الله لا يشكره جانا بارد الله لا يشكره من حقي الله لا يشكره لا اللي وانا دخوني كل شيء مو قلت لك قلت لك محمد ما توقع الخاصيه ولا الموضوع افهمه ابو سلطان طيب ابو سلطان يحسب انه بس خلاص بعدين ابو سلطان ماله يعني ما تلحق ملامه سلطان عزه الحال بعيد عن البرامج اي لكن الكلام فاللي هرج في اذنه لا تقول شيء ما صار هذه كلها تهون وتردها بيمينك يردونها لك الجمهور وبشر ان شاء الله ولا 3 بدل 30000 قول ان شاء الله لا لا اشيلك وصل حاول توصل المعلومه اي طريقه لابو سلطان بالشكل الصحيح صح بالشكل الصحيح ما يحتاج ارجع للكاميرا بس ارجع للكاميرا اي قلت لك على البث يا ابو سلطان على البث ارجع للكاميرا اي اذا راجع قلت لك يا ابو سلطان لا تخصم هذا قلت لك استبعدني انت قلت لك استبعدني انا الحين ابيها يا شل ال 3000 يا استبعد واحد تم هذه الطريقه الصح لانك انت ما اخطيت والله انا شوف الواحد لا اخطا وتعاقب على خطاه صح بقول لا خفف علي ما خفف خلاص كيفك انا ما اخطيت انا تحملها لكن انت والله ما اخطيت
والشاهد علي الله اني في السيب ماسكه. قلت انت مهرب صدق يا ولد؟ قال والله ما هربت. يعني مهرب الجوال في يده يا ولد. هذا عيان يوم جاني قال اخذ جوالك؟ قلتي. قال جتك رسالته الكود؟ قال لي. قلتي؟ قال خلاص روح. ثم جاء وناداني انا لا ما خشيت الغرف عند المكتب ودي ورد. ثم قال له فهد مفتش في غرف النوم ولاقيه في غرف النوم. هذا يقولها يقولها يقول لاقي مفتش في غرفة النوم. لا لا اقسم بالله اقول لك لا لا اي والله. لكن ليش انت يوم طلعت في احد كان عند الباب؟ كله انت مهري جوال. يوم طلعت جاي تقول شحنت جوالين. اي نعم موجود قبل يدخلون فقره النار. وترك الموسى داخل علي ومسلم عليه واخذت الجوال من عنده ورحت. حبيبي اشحن الجوال عند خالد. يعني باخذ جوال خصم تدري وش عليه؟ على انك اخذها بدون اذن. شباب الله يرضى عليكم على انك اخذها بدون اذن. بس خذيته بدون اذن. اي بس هو تو خذيته بدون اذن. لا لا الخصم اني مفتشك في الغرفه وما اخذ من الغرفه. لا 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 قال قال ابو سلطان يا محمد. طيب يروح بدون وصفه. يقول انك اخذها بدون وصفه. انا وش سويت؟ طيب انا خصم علي 5000 وش سويت عشان يهرب جوال؟ وش المشكله؟ هرب جوال بس. ما عليه خطا وانا ما عليه خطا. هذا الغبن. انا مخطي رد. ايه ما تنطق بالحق دحام. افوريه اني شفت راسي. دقيقه افوريه. دقيقه دقيقه بسم الله. انا بوريه اني انا ما معك. ايش تبي يا سلطان؟ انا معك لا تطلعني من القريه. اسوي اللي تبي. ايه قال ايه اللي تبي ام سلطان سب. والله قلت العشاء. انا يوم سلمت نفسي قلت الرجال ما هو بداري انا العشاء. انا اعطيته. قلت اصبر وش السؤال؟ عند السؤال مره كمان. عند السؤال ثاني. عند السؤال ثاني. قال هو مسك الضحكه. بغى يضحك يمسك. والله دحام بعد نفسك. بغيت افضفض يوم ضحك. تبصيت تبصيت. والله ضحكتني تعال. خشمك والله ضحكتني. والله ضحكتني. يا الربع انا عندي سؤال. انا عندي سؤال لكم كلكم. 5000 باي حق؟ اخطيت انا بشيء؟ ايه ايه تهريب الجوال بس. انا مخطي هو تهريب الجوال. يا عيال هرب الجوال بس. يعني ابو سلطان مخطي محشوم. محشوم يا بضاري. محشوم يا بضاري. يا فيصل. ها ها فيصل الجوال بالغلط هو نقل صح. المخطي في الموضوع كله الجوال. والله ايه الجوال جوال. انا وش اسوي؟ هو بكيفه يبغى يدخل القريه يقول يبغى يعيش الحياه الواقعيه بالقريه. ما تقدر تصدق في خاطره. ظل 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 يا رجل اللي قاعد يصير ظل. شيء ايش في شيء؟ شيء تبي قهوة؟ لا تبي قهوة في القطب المستوي الشمالي. لا اصبر ابشر ما بقهوة ما رد له ما ادري وين راحت. اجيبها لك؟ لا جيب المايك هنا. ما شاء الله لك 60 يوم في الاعلام ما تبي تركب مايك؟ هذه كل يوم مسويها. ها؟ اصبر ارفع راسك. اي في النص. دل دل. عشان اذا لفيت يمين دل دل تردد معه. اذا لفيت يسار لكن اذا لفيته هنا يمين لما تتكلم يمين زي كذا فهمت؟ وانا ليش بتكلم كذا؟ لا يعني مثلا تسولف مع اخوي التركي ما يلقط الصوت. اذا لفيته يسار ما يلقط الصوت. الله يرزقك بسعد. قول ايه؟ لا 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 قلت نوظفك مع عبد الله منيب. قسم بالله ابي قهوة يا ولد. ما تعشيت والله. ما اي ما تعشيت. امشي امشي دخلنا ابي بطون. ها حطب في عن تشيل حطب. ايوه ايوه هو اللي شحن الزول. تقول تجيب فلوس تعشى؟ اي بروح اخذ فلوسي تعشى. اي والله انا بتعشى قسم بالله. انا ميت من جوع. ما تبي قهوة يعني؟ بس سديتني كذا سوي قهوه. لا والله ابي قهوه. لا والله ابي قهوه. رح تعش رح تعش. لو بغيت قهوه شو اسوي؟ مالي مالي ما عاد لي نفس للعيشه. ها اي والله مالي يا اخي والله ما لهم داعي. هذا تن على حرف. الحب مليون. هذا تن على حرف. على حرف من درجي. وين هذا؟ هذا اعترف والله يا حلالنا واحد. حلالنا واحد. وين تتعشى؟ تتعشى؟ لا والله مالي نفس. والله روق روق. لا تنفس والله والله. شوفوا والله ما تستاهل. شوف البينه والله التبع. والله ان انا ما غبني ما غبني الا يوم انك تقول مفتش في غرفه النوم ما اخذها من غرفه النوم. هذا معي بندر معي دحام برا عندهم. فهد معيان موجود. علي الغامدي موجود. خالد موجود. ابو ماجد موجود.
بعدين لو بهرب جواله بجيبه بيدي كذا. يا ولد عقلي والله لو اني والله لو اني بندر مطيري. روق يا رجال روق روق. تفهم الرصيد 3-3 يا ولد. الخصم ما علي منه، الخصم جاء وخلاص. صح لولا الخصم على خطا، لو انه إيه؟ هنا الكلام تمشي. لو انه على خطا، خطا مبين يا اخي. انت فهمت غلط، الرجال قصده. اسمع حبيبي اسمع، انا فاهم. لا بعلمك، الرجال يوم يقول انت مفتشك فهد معيان في الغرفه، فهد معيان حرام انه ما فتشني، ما فتشني الا خالد، وعندي فهد معيان وزاني. انت قلت الكلمه ذي ورد عليك الرجال، ايش قال؟ قال انت ليش تدخل الغرفه؟ فهد اللي قاله، سعود اللي قاله، هذا قاله، قال اشحن جوالك عشان بندر يصور. هو شوف انا الصراحه انا اشوف انا النقطه ان 3000 احسنها كثيره. 3000 قويه قسم الله.